أثابكم الله. يقول السائل: أمي لها 80 سنة ومعها زوجتي لها 43 سنة، فهل يجوز لهم أن يسافروا مع حملة وليس معهم محرم إلا هذه الحملة، مع العلم أنني سوف أستقبلهم في مدينة جدة لأنني مقيم بها؟ لا يجوز سفر المرأة بدون محرم مهما بلغت من العمر، لا يجوز سفرها بدون محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة، هذا عام في جميع النساء كبارا وصغارا، أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. لا تسافر امرأتك أو قريبتك أو موليتك، لا تسافر إلا ومعها محرم. استقبالك لها في جدة ما يكفي هذا. نعم، إذا وصلت جدة انتهى السفر، كلام على السفر على الطريق. نعم.